الرحمن الرحيم دكتور تامر سمير مقرر لجنه الشؤون والمقترحات بمجلس النقابه العامه وعضو لجنه الاضراب بالنقابه العامه. احنا النهارده عندنا يوم السبت 8/3 عندنا ثلاث فعاليات. الفعاليه الاولى الاضراب الجزئي في المجازر والمحاجر والوحدات البطاريه. الفعاليه الثانيه وديت للمطالبه ب الكادر او تجميل الاطباء البيطريين الكادر او مشروع الحوافز كما تسميه الدوله، ولكننا لن نقبل الا بالكادر لان احنا خارجه تماما. النقطه الثانيه اللي بنطالب بيها النهارده هي الاطباء البيطريين اللي حضراتكم شايفينهم قدامكم دول اطباء معتصمين عاوزين يمدوا ايديهم للدوله لمد يد العون عشان ننهض باقتصاد مصرنا الحبيبه. الاطباء دول موقوف التكليف بتاعهم من سنه 94 وانا احد الاطباء دول سنة 94. ثانيا ودي الأهم، الأطباء دولت بردك النهارده في الفعالية الثالثة اللي عندنا احتفالية بيوم شهيد الطب البيطري الدكتور سليمان سيد من مجزر باكور أبو تيج أسيوط. هذا الطبيب الذي لقي حتفه غدرا قتلا بالرصاص من ظهره من الجزارين لرفضه دخول ذبيحة غير صالحة لاستهلاك الأدمي المجزر وذبحها وختمها، فقام الجزارون باغتياله غدرا وعنوانا. الفعاليه دي الفعاليه الثالثه اللي عندي النهارده. عندي بكره فعاليه خطيره جدا وهامه جدا وهي دعوه الطلاب البيطريين او ما نسميهم بيطريين المستقبل للحضور الى مقر النقابه العامه هنا الاطباء البيطريين علشان يقولوا هم عايزين ايه. الشباب النهارده هم عماد مصر، الناس الكبيره مصر. انا عندي النهارده 60,000 طبيب بيطري مسجلين لحد اللحظه دي في سجلات النقابه العامه الاطباء البيطريين، من ضمنهم ما يفوق ال 40,000 طبيب بيطري لا يعمل يريدون ان يمدوا يد العون. ازاي جت ردود فعل الدوله في ظل حكومه الببلاوي وايه اللي اختلف عنها في ظل حكومه مهله؟ لا شيء، بل في ظل حكومه الببلاوي يمكن الدكتور حازم الببلاوي كانت افضل نوعا ما، لان دعينا الى لجنه الطوارئ تحت قياده اللواء محمد العصار الذي وعد وللاسف لم ينفذ وعده. والدكتور محمد واللواء محمد العصار معروف طبعا رتبته في الجيش، يعتبر ثالث رتبه في الجيش، ان احنا هندخل في منظومه الكادر. وللاسف لم يلبى اي شيء. احنا عندنا التكليف موقوف على توقيع سياده المستشار علي منصور. التكليف قانون حديث ادراج رئاسه الجمهوريه. التكليف سينمو بالاقتصاد المصري ولا واضح انه لا احد يريد ان ينمو بالاقتصاد المصري. النقطه الثالثه، انا في عندي طلب من وزاره الزراعه في ايام حكومه الدكتور محمد مرسي الدكتور صلاح عبد المؤمن، والذي نستطيع ان نقول باختصار انه كان غير مهتم بالبطاريين، ولكنه اصدر قرارا باحتياجه ومرسوم باحتياجه لعدد 8500 طبيب بيطري كي يبدا تنميه الطب البيطري وليس تنميته على الوجه الاكمل، كي يبدا. واظن المعنى واضح، عايزين 8500 طبيب بيطري. الطبيب البيطري الدوله تعاني من عجز في عدد الاطباء البيطريين الموجودين، مفيش عندي صف تاني موجود علشان يحمل الرايه بعد الناس اللي طالعه على المعاش، مفيش عندي خبره هتبقى عند الاطباء البيطريين. عدم تكليف الاطباء البيطريين وعدم تعيينهم نقدر نقول ان هو منع لنمو المهنه ومنع لنمو صحه الانسان. الطبيب البيطري خط احمر في مقاومه 250 مرض ينتقل من الحيوان الى الانسان. الطبيب البيطري لو اكتشف في قلب المجزرة حاله درن واحده فبيوفر على الدوله مليون جنيه. لو كنا ان الطبيب البيطري ده على مدار عمره كله لو اشتغل من هو عنده 22 سنه لحد ما يوصل 60 سنه في قلب المجزر واكتشف لي في كل سنه حاله واحده، هنقول ان هو عندي 38 سنه اشتغلهم هيوفر لي 38 مليون جنيه. بينما راتب الطبيب البيطري اذا قلنا ان هو هياخد 2000 جنيه في الشهر مش هيكلف 1,600,000. في ظل كل العقبات دي يعني شايف ان الدوله في اراده سياسيه للحل ولا بتتبع سياسه المواطنه شويه؟ والله احنا عاملين بنمشي على الاتجاهين. انا عندي الاتجاه السلمي وهو المفاوضات اللي ماشيين فيها على قدم واحده، بعتنا لرئيس الوزراء حازم البلاوي دكتور حازم البلاوي، بعتنا لرئيس الوزراء الجديد المهندس ابراهيم محلب، بعتنا لرئاسه الجمهوريه، بعتنا للمشير السيسي، بعتنا لكافه قيادات الدوله بنقول لهم الدوله بايديكم ان تنهض. ان اردتم نهوضها فاهتموا بالاطباء البيطريين، ان اردتم غير ذلك فلا تهتموا بالطب البيطري
ولا تهتموا بصحة الإنسان. طيب إيه خطواتكم اللي جاية لو لم تستجب الدولة؟ هيكون في إضراب كامل وشامل للأطباء البيطريين. أنا عندي أطباء بيطريين متواجدين في أكتر من موقع في على مستوى الدولة. عندي أطباء بيطريين في الزراعة، معهد البحثية، تربية وتعليم، بحث علمي، تعليم عالي، سياحة، داخلية، قوات مسلحة. يكفي إن إحنا نقول بس أبسط حاجة، عندنا سلاح في قوات مسلحة، سلاح الخدمات البيطرية. في إيه بعد كده؟ الدولة المفروض تعترف بقوتنا، المفروض الدولة تعترف بأهميتنا في المجتمع. إذا ما اعترفتش خلاص هنعمل لهم إيه بعد كده؟ احنا عايزين نمد، احنا ما بنقولش نقول ان احداث 36 المفروض انها تيجي تكمل الجيد فيما قبلها وتوقف الرديء فيما قبلها. هل يختلف حد على كده؟ لا يختلف. فبنقول لهم الحكومات السابقه حاولت ترفع من منظومه الطب البيطري لانها تعلم ان الطب البيطري يتحكم في 140 مليار جنيه من اقتصاد مصر، تعلم ان الطب البيطري يتحكم في 12.5% من دخل الناتج القومي للمجتمع المصري، تعلم ان الطب البيطري والطبيب البيطري تمارس عليه ضغوط شديده من اجل عدم الحصول على عدم الحفاظ على صحه الانسان. في مثل الماني بيقول افتح مجزر تغلق مستشفى. للاسف الشديد الدوله لا تؤمن بهذا المثل. انتوا بتنسقوا في الاضراب مع قطاع الطب البشري؟ احنا منظمين مع الاتحاد، الاتحاد اتعقد بجمعيه عموميه طرقه بخصوص مطلب الكادر، والاتحاد تضمن معانا من كل مطالبنا من توفير حمايه شرطيه، من تعيين 8500 طبيب بيطري اعلنت الدوله عن احتياجها زي ما وضحت، من اعاده تعديل القانون التكليفي للاطباء البيطريين. النهارده في عندي اطباء بيطريين جايين من دمياط، اطباء بيطريين جايين من الغربيه، اطباء بيطريين جايين من الوادي الجديد، اطباء بيطريين جايين من بني سويف. احنا ما حبيناش نجيب الاطباء بيطريين كلهم. انا لو جبت الاطباء بيطريين 40,000 هحطهم فين؟ عايزهم استاد القاهره. احنا قلنا كل محافظه تبعت لنا 5-6 ممثلين على، فوجدنا العدد ده، العدد ده جاي النهارده يعتصم. فادي النقطه كلها.